ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل النهارده احلى كنافه دقيقه في حياتك. دي كنافه الكاستر، ان شاء الله باذن الله تعملوها وجربوها هتعجبكم جدا جدا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله باذن الله يا رب تكونوا بألف خير، وهنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. النهارده يا حبايبي هنعمل ان شاء الله باذن الله كنافه، احلى كنافه هتدوقيها. طبعا الكنافه اللي فاتت دي كوم، ودي كمان كوم تاني. دي كنافه يا جماعه، كنافه كريمه الكاستر. ان شاء الله هنعملها مع بعض دلوقتي وهنشوف احنا هنعمل ايه. طبعا لازم الكنافه زي ما انت شايفه كده انا مطلعها من الفريزر. بصي لازم تطلع من الفريزر عشان تبقى سهله معاكي كده بالشكل ده. اللي هتجيب الكنافه طازه هتضطر انها ايه تعملها في الكب عشان تصغرها على قد ما تقدر، تمام كده؟ انما لما تطلع من الفريزر اشوفه ما شاء الله سهل قوي قوي ان انت ايه تفرفتيها كده وتبقى ايه حجم اللي احنا عاوزينه اللي احنا محتاجينه، تمام؟ شوفوا لسه مجمده اهيت، فانا عماله افرفت فيها سهله قوي 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 زي ما حضرتك شايفه كده، تمام؟ هفرفتها كلها ان شاء الله. انا بقى هكمل مع نفسي، شايفين ما شاء الله الفرفته؟ ايوه هو الحجم ده اللي احنا عاوزينه. هنديها بقى جانبا كده وهوريك ازاي احنا هنعمل الكريمه بتاعتنا مع بعض ازاي. طبعا معايا حوالي كوبايتين حليب، حوالي كوبايتين حليب. انا طبعا عارفه معايير الكسرونه دي كوبايتين الحليب، تلات كوبايات حليب كده بالشكل ده عشان تعملي احلى كريمه، تمام كده؟ معايا ايه تاني؟ معايا الكاستر بتاعي. طبعا الكاستر النوع اللي انت حباه، تجيبي دريم، تجيبي اي حاجه بقى انت حباه. هنحط كده معلقتين كاستر بالشكل ده كده، ودي ايه كمان معلقتين ونص كده بالشكل ده كده اهو، تمام. عندنا باكو فانيليا عشان بقى ايه تاكلي احلى حلويات، باكو فانيليا كده بالشكل ده. ومعايا معلقه نشا اهو. ومعايا ايه تاني؟ معاك يا ماما دودو ايه تاني؟ طبعا مش هنحط سكر عليها علشان خاطر كفايه السكر اللي الكنافه بتشربه. هنحط معلقه دقيق واحده بس، تمام؟ معلقه دقيق واحده على الخليط الحلو ده، وهندوبه على البارد وهروح واخليه يشكل وارجع عشان ايه اكمل معاكم احلى كنافه. هتاكلي اجمل كنافه في حياتك ما دقتهاش قبل كده، دي كريمه الكاستر، تمام كده؟ اهو. هعمل ايه تاني يا ماما دودو؟ هجيب بقى ايه المضرب بتاعي ودوب كل ده على البارد كده، شايفين ما شاء الله. طبعا الكاستر اول ما تتحط على الحليب او على الميه حتى بيعمل ايه؟ بيعمل اللون الاصفر ده. عشان اللي ما يعرفش موضوع الكاستر، طبعا ايه انا بعملها ساعات بالكريم كراميل، وساعات بعملها طبعا بكريمه الشهد اللي انا عملتها على القناه في رمضان. اول رمضان لما عملتها كانت كريمه الشهد هايله جدا. على فكره عايزه اقول لكم ان كريمه الشهد دي ممكن تعمليها تسويها كده وتحطيها في صينيه على مدهونه وتحمريها في الفرن، تاخد وش فوق وتحت وتسقيها الشربات برضو تقيل، بتبقى تحفه جدا جدا. ان شاء الله باذن الله تجربوا كل ايه الحاجات اللي انا بعملها دي وتعجبكم. طبعا امبارح عملت الجمبري كان جميل جدا جدا، وكان ما يشبعش منه ولا من طعمه، تمام. انا دلوقتي هرفع الكريمه بتاعتي دي وهاجي عشان اكمل معاكم ايه الكنافه ان شاء الله باذن الله. طبعا الكريمه ديت بتشكل زي المهلبيه بالظبط، تمام؟ يعني مش محتاج، ومع ذلك هوريكم برضو مش محتاج ان انا اخد الفون او الكاميرا عند البوتاجاز ولا حاجه، تمام كده؟ خلاص كله ده بقى الحمد لله. اشيل المضرب بقى وهبتدي اخد المعلقه واروح علشان اعمل دي ايه اشكلها على النار وارجع لكم. لان اللبن بارد انا سبته ايه على بال ما يسخن شويه وبعدين ارجع اقلبها تاني الكريمه بتاعتي، وجيت عشان طبعا ايه الوقت ما يسرقناش علشان خاطر اكمل معاكم الكنافه بتاعتي. طبعا دي اخر حته اهيت بوريكي ان انا ايه، بصي في منتهى السهوله هي بتتفرك في ايديا زي ما انت شايفه كده، تمام؟ تمام يا ماما دودو اهو. خلاص كده خلصت اهي الكنافه بتاعتي. طبعا ده نص كيلو كنافه، طبعا كل واحد ايه يعمل تبع اسرته الكميه اللي هو حاببها واللي هو عايزها. ممكن لو اسره صغيره هتعمل ربع كيلو كنافه، ممكن عندك عزومه هتعملي كيلو كنافه، يعني كده ان شاء الله باذن الله. احنا والله رمضان خلص بسرعه جدا، كل عام وانتم بخير وتعودوا له بخير يا رب جميعا. كان نفسي قوي اعمل اصناف كتير من الكنافه، طبعا ما لحقناش خالص لانه خلص بسرعه قوي واتلخمنا في الكحك طبعا والبسكوت والحاجات دي كلها. كل عام وانتم بخير وصلوا بنا الرسول عليه الصلاه والسلام.
طبعا هنا معايا ايه تاني؟ معايا معلقتين من السكر البودر، اهو معلقتين ثلاثه كده من السكر البودر، عشان السكر البودر ده فايدته ايه يا ماما دودو؟ بيديها لون حلو قوي، وهو سبب قرمشه التوميه، بيخليها مقرمشه وحلوه قوي. اهو معلقتين سكر بودر، عشان كده احنا برده ما حطيناش فين في الكريمه سكر بودر او سكر يعني بمعنى اصح. هتقلبيه كده كله بالشكل ده، ما حطيناش سكر فيها ليه؟ علشان خاطر تبقى ايه يعني ايه ما جزعكيش. الكنافه فيها سكر اهيت، وطبعا لسه هتشرب برده اللي هو الشيره او الشربات. اهو تقلبي كده كل الكنافه بالسكر بالشكل ده كده تمام. هجيب بقى الصينيه بتاعتي وابتدي ابصم الكنافه بتاعتي. نبصمها طبعا، الصينيه بتاعتك مدهونه كويس جدا، لان انت لو ملاحظه شايفين السمنه، لو ملاحظه انا ما ايه ما حطيتش في الكنافه بتاعتي سمنه عشان خاطر ايه نقتصد تمام كده. اهو ابتدي اوزع الكنافه بتاعتي الجميله دي. طبعا تجيبيها بقى كنافه كده نوع يكون كويس، اهو بالشكل ده كده، وركزي على الحيطه بتاع الصينيه علشان ايه الخليط اللي احنا بنعمله الجميل السكر القمر دوت ما يخرجش بره تمام. ركزي على الحيطان علشان خاطر المخلوط بتاعك ما ينزلش بره. طبعا هنجيب صينيه تانية زي ما علمتكم كده في الفيديوهات بتاع الفيديو بتاع الكنافه، انا ازاي بكنس بكبس الكنافه بتاعتي، لازم تتكبس كويس قوي قوي يا جماعه علشان خاطر تبقى طالعه جميله وطالعه ايه حته واحده اهوت. بسم الله ما شاء الله. هجيب الكيس بتاعي واجيب الصينيه اللي قد دي، او لو مش قد دي مش مشكله، مش مهم خالص، تجيبي صينيه تانيه وتكبسيها بيها، بس لازم كيس يتحط على الكنافه وانت بتكبسي. طبعا في الاثناء دي وانا بجيب الكيس والصينيه قلبت ايه؟ قلبت الكاستر بتاعي عشان خاطر ايه ما يكلكعش. اهو بكل جهدك كده اهو، اعملي اضغطي وكبسي الكنافه بتاعتك تمام؟ لازم كده اهو، اسهل من كده مفيش. بسم الله ما شاء الله، شايفين اتكبست وبقت حلوه ازاي؟ ما شاء الله. هجيب بقى المهلبيه بتاعتي ان شاء الله ونشوف هنكمل الكنافه بتاعتي ازاي. بسم الله. طبعا في الاثناء دي زي ما حضراتكم شايفين كده انا فضلت اقلب فيه، ما سبتوش طبعا لما بدا يسخن ويتقل كده معايا ويشكل معايا كده بالشكل دوت زي ما انتم شايفين كده، وتقل اهوت بقى زي المهلبيه دي، مهلبيه الكاستر. حتى لو حطيتها في اطباق برده هتتاكل كده بالشكل دوت، بس هي طبعا ما عندهاش سكر، معلقه السكر اركنها ايه جانبا. وهعمل حاجة ايه قدامكم كده علشان انا مش عايزة اعمل حاجة بدون ما تكونوا ايه معايا. هعمل ايه؟ هجيب معلقة، لو في زبدة هتحطي قطعة زبدة، مفيش زبدة هتحطي قيمة معلقتين سمنة كده على الكاستر تمام كده، عشان ما تقولوش ماما دودو عملت حاجة من ورانا تمام كده. وتقلبيه كده اهوت اهو، وتنزلي بيه على الكنافة، هتاكلي احلى كنافه في حياتك، احلى كنافه. بسم الله ما شاء الله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم كده بالشكل ده كده اهو، تحفه جدا جدا، ريحته جميله قوي قوي. طبعا مش عارفه الكل عارف الكاستر ولا لا، بس هو الكاستر ده بيتباع عند الحلوانيه، عند خامات الحلواني تمام، بيتباع عند خامات الحلوانيه. وكده خدت كل الكمية هنا، مسبتش حاجة. وهنرجع عشان ايه حاجة مهمة قوي، هبتدي اخد الكنافة بتاعتي واروح عند الحروف كده عشان الكاستر بتاعي ما يطلعش بره ويتحرق ويلزق في الصينية اهو بالشكل ده كده. اعملي حيطة، اعملي حيطة عشان الكاستر ما يطلعش بره كده بالشكل ده كده. في ناس طبعا بتعمل الحيطة دي من قبلها، بس لا، هو الاحسن ان انت تحطي الحاجه وبعدين ايه، هو اصلا هيتشمع دلوقتي وهيبقى ايه عامل زي المهلبيه، ممكن تحطي عليه الحاجه يعني زي ما احنا بنذوق المهلبيه لما تحطي عليها السوداني والحاجات دي مش بتقع في القلب وايه. وهنغطي كل بشعيرات الكنافه، هنغطي كل الوش كده بالشكل دوت اهو، ما احلاه ما شاء الله تبارك الله، كله ما شاء الله، كل الوش ده هتغطيه كده بالشكل دوت. وكده يبقى احنا عملنا احلى صينيه كنافه اهوت، احلى صينيه كنافه تدوقيها في حياتك تمام كده.
نشيل الطبق بتاعنا كده ونجيب الكنافة عشان ايه تشوفوا احنا بنعمل ايه بالظبط. طبعا ايه هنعملها كده بالراحة، براحة ايدك خالص، بالراحة جدا كده بالشكل ده كده اهو تمام. فاضل ايه بقى؟ فاضل ان احنا نحط السمنة بتاعتنا على وشها وخلاص على كده على الفرن طبعا السخن. انا اول ما حطيت الجزء اللي تحت ولعت الفرن عشان يسخن، اول ما حطيت الجزء اللي تحت من الكنافة في الصينية ولعت الفرن عشان يسخن على 180 درجة تمام كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، قولوا ما شاء الله تبارك الله، كل سنة وانتم طيبين وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. بس كده بقى فاضل ايه؟ نجيب السمنة بتاعتنا وننزل بقى ايه على الكنافة بتاعتنا كده. طبعا احنا ايه عايزين الصينية كويس قوي عشان الجزء اللي تحت من الكنافة، ما تنسوش ده لازم تندهن دهنة محترمة. الكنافة بتاعتك لازم تشرب السمنة اللي تحت وتندهن دهنة ممتازة علشان خاطر ايه الكنافة بتحب السمنة. احنا كده وفرنا ايه مجهود ووفرنا سمنة وحاجات حلوة كتير تمام كده اهو. اخد جزء اهوت واروح ادخلها على الفرن بتاعي السخن بالشكل ده كده تمام. ولما تطلع ان شاء الله هنشوف هنعمل ايه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ونرجع مع بعض. بسم الله ما شاء الله، الكنافة طلعت معايا اهيت لونها جميل جدا. هبتدي بقى اعمل ايه؟ هعمل ايه الكنافه من النص هنا عشان تبقوا عارفين بتظلم ليه، عشان الحشوه اللي جوه بتمنع وصول العسل ليها. فاحنا طبعا هنسقيها شويه عسل، طبعا عسل الكنافه اهو بسم الله ما شاء الله، عسل تقيل يعني وسط مش تقيل قوي تمام كده. قبل ما تقلبي الكنافه عودي نفسك الكنافه المحشيه كده بالمهلبيه او باي حشوه تقيله لازم الجزء اللي في النص ده كده ما يتظلمش، لازم يشرب كده الشيرة او الشربات او العسل بتاع الكنافة تمام كده. نبتدي بقى اعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول بسم الله كده ونقلب الكنافة بتاعتنا على صحن التقديم بتاعنا زي ما حضرتك شايفة كده، طبعا سخنة جدا زي ما حضرتك شايفة الكنافة يعني ايه تحفة فنية قدامك بسم الله ما شاء الله. هعمل ايه بقى؟ ابتدي اسقيها برضو العسل بتاعي بالشكل ده كده اهو. طبعا عسل ايه بتاعها، وهديها كمان شوية عسل نحل بالشكل ده كده بسم الله الرحمن الرحيم بالشكل ده كده. سامعين؟ سامعين الخرفشة والقرمشة بتاعتها تحفة. وخلاص وكفاية على كده، نزينها نزينها بايه يا ماما دودو اهو. شوف عمالة تشرب ازاي ما شاء الله اهو. هنزينها بايه ماما دودو؟ هنزينها بفستق او هنزينها باللوز زي ما انت عايزه، اذا كان في مثلا ورد محمدي ما فيش خلاص مش مشكله اهي ما شاء الله عماله تديها تشرب اهي. الف هنا وشفا على قلبكم وقلب كل اللي هيدوق واللي هياكل. شويه هنا على الحرف برده كده، من هنا المرة الجاية لكم مني ألف تحية وألف سلام وصوما مقبولا وإفطارا شهيا أهوت. بسم الله الرحمن الرحيم، عندي هنا لوز أو أيا كان المكسرات اللي أنت عاوزاها، هبتدي أمشي كده كأنه إيه هلال كده بالشكل ده. طبعا القمر اكتمل بتاع شهر رمضان، بس احنا ايه نفسنا يرجع تاني اهو كده بالشكل ده كده زي ما حضرتك شايفة. الف انا عارفة قلبكم بالشكل ده كده. طبعا هي ما فيهاش مكسرات خالص، ما فيهاش غير ايه الكسكر اللي انا حطيته في قلبها وشوية ده ايه ورد محمدي كده بالشكل ده في النص كده للتجميل مش اكتر من كده. ومع الف سلامه، اشوفكم بخير دايما اقرا حته اهوت قدامكم عشان تشوفوا الجمال التحفه الروعه بسم الله ما شاء الله. شايفين هي هديت طبعا شويه اهي اهوت بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله، اللهم شاء الله، اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا المغرب عندنا خلاص قرب يأذن اهوت، انا بس انا قلت ايه عايزه اوريكم. شايفين ما شاء الله الجبل تحفه فنيه ولا لا؟ الف هنا وشفا على قلبكم. مع السلامه.